بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نحكي عن الداتا سيت اللي اخترناها. طبعا الداتا سيت هذه بتحكي عن مدى أو قياس مدى سعادة المواطن في مدينة معينة بناء على عدة عوامل. نوصف هذه الداتا. عندنا أول عمود هنا اللي هو بحدد هل هو المواطن سعيد أو غير سعيد. 0 تمثل إنه غير سعيد، 1 تمثل إنه سعيد بالخدمات الموجودة في المدينة. طبعا الخدمات هاي يعني أول شغلة availability information about the city service، يعني مدى الخدمات الموجودة في هذه المدينة. العامل الثاني اللي هو ثمن تكلفة المنزل، يعني قديش سعر المنزل هيكون في المدينة، هل هو غالي ولا رخيص. الشغلة الثالثة اللي هي جودة المدارس أو جودة التعليم الموجودة. العمود الرابع هو مدى ثقة المواطن في الشرطة المحلية. عندنا اللي هو العمود الرابع أو خلينا نقول الخامس تقريبا، رصف الشوارع وحالة الطرق الموجودة. وآخر عمود اللي هو الأنشطة المجتمعية. طبعا كل الأعمدة هاي تقييمها من 0 لـ 5، وهذه الحالة بتبين إذا حالة المواطن سعيد أو غير سعيد. طبعا حسب ما هو مطلوب، يعني احنا قمنا بأول شيء بالمقارنة بين العمودين، اخترنا اللي هو ثمن تكلفة المنزل ومدى الثقة في الشرطة المحلية. طبعا زي ما احنا شايفين المتوسط الحسابي أو المين والمهي الميديان، طبعا المود والفيريانس التباين والستاندرد ديفيجن والرينج آخر شيء. المطلوب يعني زي ما هو، نرجع من تاني. طبعا العلاقة بين العمودين الكوفيريانس والكورليشن زي ما احنا شايفين باستخدام المعادلة الفانكشن الجاهزة في الاكسل والكوفيريانس. طبعا الكورليشن نفس الشغلة، كلهم معادلات، عبارة معادلات جاهزة. المين طبعا هي مسمها الافريج في الاكسل، والميديان والمود كذلك، والفيريانس باختصارها فار، والستاندرد ديفيجن كذلك اللي هي الرينج. طبعا الآن لو رحنا انتقلنا إلى تمثيلها بالأورانج، طبعا حملنا داتا سيت ملف CSV زي ما احنا شايفين. لو مثلناها على داتا تيبل بين عند الداتا زي كده، طبعا هي أغلبها أو يعني كلها الداتا عبارة عن نمبر داتا، مش كاتيجوريكال، يعني مش داتا يس او نو او شغلات، لا هي عبارة عن ارقام. نيجي نمثل الداتا بالسكاتر بلوت زي ما هو مطلوب. مثلنا اخترنا العمودين اللي هو مدى الرضا او الجودة في المدارس، وبين اللي هو الانشطة المجتمعية. بنلاحظ هان ان مدى الرضا عن الانشطة المجتمعية اقل من الرضا عن اللي هو الجودة في المدارس، لأنه زي ما احنا شايفين بتتركز الجودة في المدارس في منطقة عالية يعني، أو بتقييم عالي من 0 لـ 5. والسوشيال كوميونيتي ايفنتس اللي هي الأنشطة المجتمعية تقييمها أقل. طبعا لو جينا على البوكس بلوت نفس الشغلة، يعني بمثل إياها خطين زي ما احنا شايفين. بهيك تقريبا يعني اغلب المطلوب يعني يكون تم ان شاء الله.